عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه. المهم السميق لي زفزافي، شنو نقول لكم؟ راه الزكاز عندنا في الرباط، راه الموت ديال البرد. المهم انا جيت باش نصاوب واحد الحوايج نقلبهم وباش يتحكم الزبلو. قلت علاش لي ما نشاركهمش معكم؟ البارح كان السبت وكنا في سوق السبت صراحه عادي. قال لي يلاه نديو سيريا للرويال كيتس باش تلعب شويه. مشيت حتى قربت لسوق السبت ونقولو عادي، قال لي نعم. قلت له عرفتي شنو غدير؟ دور جيت سوق السبت نمشيو نجيبو دويره عادي ساعه نمشيو نلعبو. ومشينا الصراحه ما ندمتش، لقيت السوق البارح عامر وغزال وجبت حويجات كيحمقو بياسة حاري. نبدا معاكم ديال سيريا عاد ندوز ديالي عاد ديال عادي. راكم عارفين هذا ديال البرد والثلج زوين الصراحه وسخيخنه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه راكم عارفين البلاخ تاعي غير لي مارك الواعرين كتلقاي داكشي حاضر نهضر ودير نهضر. انا خديت لواحد الصروبيت واخا كبير عليها ولكن ماشي مشكل، انا تعجبني حاجه الصراحه ملي كنلقى شي حاجه كبيره. ما عرفتش اذا انا في شكل اذا قليله ما راه الالوان غزالين. هذا في الغزال ديال غزال انتم شوفوا كبير عليها، هذا راه ديال تقريبا 3 سنين هكاك ولكن ماشي مشكل. تخيلوا لك لكم الثمن، هذيك خديتها وقيله ب 10 دراهم، 10 دراهم خديتها من ديال 10 دراهم، هذا خديته ب 4 دراهم. تخيلوا صالوبيت راه قطيفه ماشي واعر ب 4 دراهم. تخيلوا شنو اخر كسيوه حتى هي من ديال 4 دراهم، كسيوة هكا بالقطيفة في البيض. صراحة انا كيحمقني البالاخ تاعي. هادي ديال اليونيكورن واحد الكوني، انا كيحمقوني هاد الكوني. علاش؟ ديجا قلت عليكم على حسب انا ملي كتكون نعسة بليل سيغتو كيعجبوني ملي كتكون ناض بغيت نعس نلبسهم ليها باش ما كتعرش واخا تلوح الغطا ولا شي حاجة. كندير لها داك الصاك ولكن بعض المرات كندير لها غير منطقة كتلوح الغطا. انا كنلبسها هادو باش ما تعرج زعما ما يطلعوش ليها الحوايج ولا شي حاجه. بحال هكا ديال اليونيكورن غزال اللوين ديالها. هذا حتى هو واخا يكون ولادي انا ما عنديش مشكل انني نلبس بنتي حوايج الاولاد، كيحمقوني حوايج الاولاد. انا ملي كنت صغيره وراه لبست جلابه ديال الاولاد باش مشيت بها المدرسه نهرجش معاها. المهم هذا حتى هو كغوني غزال كلهم داك التويب سخيخ 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 وغزال اللوينات غزالين ونقيقيين وماركه واعره. هذا حتى هو كرومي شريتهم لها الصراحه، واخا كاينين شي وحدين اللي باقيين كبار عليها مي ماشي مشكل. شنو اخر؟ انا يسري وري ولا تختي سري ولا تخدت لها سري ولا الصراحه غزالين واعرين 4 دراهم اختي 4 دراهم شي اللي كاين. هانتوما شوفوا هذا التقطاع ديالو كيفاش دايره، بحال اللي خرجوا دابا اللي ولاو عاوتاني هكايا غزيو والكيوت كيوت كيوت. هذا عاوتاني حتى هو فيه ميني ماوس، كنحمق انا على ميني ماوس. انتم شوف ديزني اختي. انا باقا مع التخمال السيمانه هذه كامله، كل مره نجبد قنت كل مره نجبد قنت. بعدا الصالون راه اليوم غادي نفرشوه ان شاء الله حيت صافي كلشي تصبر كلشي نشف. دابا بدينا البيت ديال سيليا، هو اللي باغا تا هو يبدل ليه شحال من حاجه. المهم نتوما سريو الحوتاني بالقطيفه سخيخ نتا هو ورطيطه. شي يقولوا لي كنوريكم 4 دراهم باقا كنأكد عليها. ايوا هذا السريو تا هو شوفوا كيفاش داير، شوفوا لي موتيف اللي فيه هنايا لتحت تا هو راه قطيفه. شوفوا هنايا الرجيلات كي دايرين شحال غزيولين.
الزريرق وهنا اللور ديالو. انا كلهم هادو طقمتهم كلهم درت لهم بوديات من الفوق اللي غادي يجيو معاهم، وعاد ديك الساعه المونطو او الجاكيطه من الفوق ولا الجيلي كلهم درت لهم زعما معايش غير تلبسوا، حيت ما تيعجبنيش انا كل مره نلبس هاد السروال مع هادي وهادي مع هادي. كيعجبني داكشي اللي يكون طوي، كنحط البودي كندير من الداخل ديالو سروال طوي كنجمع صافي كتبقى لبسه معروف. هذا تا هو سريويل في البيج، تا هو كطيفه كلهم سخيفين ديال هاد الوقيته من البرد. تا هو شوفوا التقطيعه ديالو كيفاش دايرهم غزيول، وكلهم كتلقى لا مارك وعلى هذا H&M. هانتوما شوفوا هذا تا هو في لورانج، تا هو قطيفه صراحه كسيت بنتي وتكسيت انا وكسيت راجلي داكشي مخير. هانتوما شوف غزال كيحمق، شو اخر انا كنحمق على مينيموس صراحه، كنشوف غير شحال من حاجه خديتها مينيموس. هذا تا هو سريويل، تا هو هاد القطيفه، تا هو فصالتو واعره غوز اخر. هادو البوديات اللي غنلبسها في نفس الوقت مع هادوك سريوليولات، سريوليولات حيت صغيوري. وكاينين بوديات اللي شريتهم لها على قبل السلوبيطات، عندها سلوبيطات في الدار اولا دوك الكسيوات اللي كيكونوا سلوبيط، وما عندهاش البوديات اللي غيتلبسو تحت منهم. خديت لها اختي هاد البانطوفه، هانتوما بانطوفه من البال اختي، غادي نصبنها ونعقمها وغتولي جديده. ميني ماوس شوف اوريجينال، هانتوما اختي ميني ماوس اوريجينال ديال ديزني، خديتها لها اختي 10 دراع. ها شوف بانطوفة بانطوفة بنتي غتغسل وغتولي جديدة. شو اخر عاوتاني هنايا هاد الكرونوي في البيستاج، هذا كبير عليها، هاد الكرونوي هذا كبير عليها بحال غوز بيبي. شو اخر خديت لها شي وحدين واخا ديال الاولاد، انا راه ما عندي سوق خصها تلبس داكشي يكون كيوت وصافي كيجوز ليني في اللبسه. كاينين شي حوايج اللي التفصيله ديالهم اصلا ما واخا يكونوا ديال الاولاد اللي كتلبسهم هي كيجيو غار بحال نفسي بنيتك. هادي تا هي ميني ماوس دي كابيتشون، تا هي فيها ميني ماوس في الغوز، تا هي قطيفه. هذا بودي درتو لها مع واحد من دوك السريوليولات، تا هو ميني ماوس منقط بحال هكا بالحميمر. هذا حتى هو بودي، كلهم هادو ربع دراع باقا تنفكر فيكم. بودي تا هو منقط بالميلات بحال هكا في الكري. هذا تا هو بودي في الموف، فيه بينك جيغاف ولا مارت جيغاف بينك ولا مارت سميتها. شنو اخر هذا ولادي خديت لها، هذا بابا اللي خدا لها الصراحه قال لك حيت فيه بيبا بيك، لان سيليا كتحمق على هاد المخيه ديال بيبا بيك وما كنلقاوهمش الصراحه في الجديد، ما عمري لقيت شي حاجه في هذاك البيبا بيك في الجديد. هذه حتى هي خديتها لها على قبل واحد السلوبيط في غوز سامبل. هذه حتى هي راه عندها تما سروالها منقطه باللوينات. شنو اخر هذه حتى هي مع واحد السلوبيط، وهادو ديال الولاد خديت لها هادو الولاد يدارو من تحت منه من تحت من الجاكيطة ولا من تحت من المونطو، كلهم صراحة خزيولين. هادي تاهي سامبل غتلبسو ولاد وبنات هانياتهم. وخديت لها اختي هادي على قبل راس العام، هادي كبيبرة حيت عندها وحدة ولكن عندنا صغيورة، هادي كبيبرة كبيرة كاع على سيليا، قدرت تلبسها تلبسها زعما العام الجاي ولا هذا، ولكن انا حيت هادي العمر ديالها راه كبير، هادي ديال 3 سنين هانتوما عامين 3 سنين ديال H&M حتى هي شفت لبسها فراس العام. هادو هما ديال سيليا دابا بلاتي باقا باقا في البودي. هاد البودي تا هو في هاد الموتيف هذا هنايا، هذا في البلو ماغي. دابا غادي نمشيو نشوفو ديالي وديال عادي. ايوا كنت جالسه كنصور لكم مع عليا ما بيا حطيت الكاميرا ديزا هدية، هي باقا الحس هنايا ديزا هدية ونط كنشطح نط كنهيز، ويقول لي عادي جلسي جلسي ونتي الموسيقى في جيه وشطيحك في جيه بحال شي خاص سمكة. بقيت كنضحك كنضحك. المهم انا جيت باش نكمل معكم، غادي نبدا معكم بديولي انا اللي خديت، انا خديت كولونات الصراحه ب 20 درهم غزالين كلهم 20 درهم الثمن ديالهم، انا نوريهم لكم.
اول حاجه خديت هاد السروال هذا هو كله سروال ما عرفتش شنو تحسب بالضبط في هاد اللعبه هكا لتحت الشكل اللي خرجت هو التفصيله ديالو زوينه كلهم رقيقين غزالين المهم هذا هو الاول وباقي شي حوايج اللي ما وريتهمش لكم ما شاركتهمش معكم راه ملي عدت هو من بولو لا ماركه ديال بولو هذا هو قيله ديال صحاب الفروسيه داكشي صراحه جاوا في لبسه واعرين نقدر نخلي لكم واحد لا فيديو اللي لبستهم فيهم كنت صورتها للبنات في التيك توك حيت كيقولوا لي شاركي معنا نخليها لكم انايا صغيره تشوفوا هادشي هذا حتى هو في الكرونه كلهم هادو كلهم ايناستي كلهم كيتيروا كلهم صراحه طلعوا واعرين وزوينين وكلهم راه لا مارك كلهم هادو كلهم 20 درهم وخذت لسيلي واحد النون المسمار كافي حطاتو كبير حتى هو ب 20 درهم حتى هذا حتى هو ايناستيك كلهم في لبسه جاوا غزالين شوف هذا بلومارين نقط بالبيض هذا في النواغ حتى هو ايناستيك كلهم كولومات هكايا صراحة أنا هادو كيجوني مريحين وهذا فيه الكروات حتى هو راه ايناستيك واخا تا هو جا في لبسه واعره نخلي لكم الفيديو تكونوا كتشوفوا دابا هنايا بالنسبه للتريكوات انا خديت غير قليل عادي الصراحه اللي خدي بزاف شي وحدين ديالو راه حطيتهم انا شاركو معكم شي وحدين راه مالي في المي بصح هذا خديته بالنسبه للكريسماس في هذا الموتيف هادو ديال الكريسماس وفيه خراشش المهم عجبني غير باش نلبسو في الكريسماس وصافي هادو ديال الخيط خصني عندهم بوحدهم باش نديرو بروغرام خاص في الماكينه في الماشينغرافي خديت هذا كيبانو عاديين ولكن ملي لبستهم راه قلت لكم تشوفوا لا فيديو ملي لبستهم والله الا جاوا كيحمقوا هذه ديال كتحمق لي هاد الماركه هادي رطيط بالثوب ديالها سخيخنا كيكون سخيخنا هادو خاطر وخديت هاد الكابيتشون هذا ما عرفتو موف ما عرفتو غوزان ديال المهم المهم هاد اللوين هذا كابيتشون حيت كلشي جربته البارح داكشي اللي جاباكم مخمجين مقلوبين دابا غادي نشارك معكم ديال عادي اول حاجه خديت لي البينات مفتوحين حيت هو كيعجبو على قلت لاكور كيعجبو دوك الالوان مغلوقين وقهرني الصراحه الالوان مغلوقين دائما فين ما كيشري شي حاجه كيشري الوان مغلوقين المهم اول حاجه خديت لي هذا فواحد البلو اللي هو بلو هكا يا بارد ديال الخيط نحسن حطو معايا ديال الخيط حيت خصهم يتصبرو بوحديتهم خديت لي هذا تا هو في الكرونه عجبوني هاد اللعيبات اللي فيه هنايا شي هاد لي ديطاي زوينين شوف راه كيف ما جربو كيف ما جربناهم البارح كيف ما بقاو هكا تا هو هاد الخيط زوين خديت لي هاد اللوين هذا كيعجبوني الصراحه هكا الوان مفتحين حيت هو سميمر كيجيو زوينين الوان مفتحين هكايا راه غير تيبان لكم في الكاميرا باهت ما عرفتش علاش المهم راه هو اللون مغلوق خديت له هاد لورونج هادي هادي في لورونج ما عرفتش علاش تيبان الالوان هكا ربما حيت الاضاءه حيت انا حاله غير الشراج ما دايرهش الرينغ لايت ولا شي حاجه تا هذا سخيخ مزيان وخديت له هاد الكري هذا يحمق لي على الكري ودوك الالوان خزي وما عرفتش يتسمى وما تنحملهمش هذا حتى هو عنده كولفي زوين من الحركه ديال الخيط صافي هذا مكان احبابي ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم عرفتي شنو عندي دابا انا الجوطي خصني نجمعها انا نشارك معكم نقلب الكاميرا ونشارك معكم نوريكم شنو خصني نوض نجمع نحيد هادشي كله اللي غيتصبر المهم كلهم خصهم يطلعوا يتصبروا غير خصهم يتعدلوا ديال الخيط ويتعدلوا السراول ويتعدلوا هتشوفوا معايا كلشي ما شوفوش شحال ديال الجوطيه وعاد هادو وعاد هادو المهم راه عارمه ورا الميكات فين حطاهم قولوا لي فراسكم احبابي نهاركم مبروك والبنات بالنسبه للبنات اللي باغيين يتواصلوا معايا وباغيين يسولوني على شحال من حاجه راه كنخلي لكم دائما الانستغرام ديالي في صندوق الوصف ما كنحملش صباغه هكا مخمشه
اوكي خصني نصبر تنسى لي التخمال عاد نمسح ونصايب. المهم بالنسبه للانستغرام ديالي غتلقاوه في صندوق الوصف باش توصلوا معايا وتسولوني على اي حاجه بغيتها اولا تخليوها ليا في لي كومونتير. وما تنساوش انكم تابونا وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وخليوا لي لايك ديالكم. نهاركم مبروك احبابي، باي.